غريبة أكتر سنة تحول إلى منبر، كل واحد عايز يعبر عن نفسه أو عن أفكاره أو عن أي شيء، جايب ورقة يقف يخطب في الناس أو يشوف قضائية أو أي حاجة. وده طبعاً أول سنة يحصل إن هو يبقى منبر بشيء كده، وده شيء طبعاً بترحب بيه إنك أنت بتعبر عن فرصة إن الناس تعبر عن يعني عن أفكارها في مطرح كده، فده شيء أنا سعيدة بيه الحقيقة. انت شايفة ان النهاردة الناس بتيجي تتكلم ده حاجة يعني بتخليكي سعيدة وبتخليكي تستعيدي ذكريات الوالد وتفتكرينه ايه؟ الناس بتعبر عن نفسها، يعني بقت في حرية التعبير، ده بشيء مهم جدا. فكل واحد جاي قعد وكتب شيء ووقف يقوله والكل بيسمع. لو الزعيم كان عايش في الفترة الحالية وفي ظل الأوضاع السياسية، كنت تفتكر إنه هياخد قرارات إيه؟ هياخد القرارات المناسبة للعصر. متنساش إن هو بقاله 44 سنة كان العصر غير العصر، والميديا دي ما كانتش موجودة، ولا كان موجود فضائيات، ولا كان موجود أي حاجة من دي. فكان ربنا هيلهمه بما يعني يكون من أجل رفعة مصر وفوائد. حضرتك شايفة ان الرئيس السيسي خلف للرئيس كمال عبد الناصر؟ يا ريت طبعا، بتمنى انه بالعكس يعني يكون عنده فرص اكتر، ويكون الحرب عليه من الغرب تكون اقل شوية عشان يقدر يعني يحقق ما يتمناه الشعب المصري. ولكن طبعا دي اماني، ما هو في النهايه برضه هيبقى الحرب عليه شديده جدا، علشان الغرب كلها بتبقى خطط ان البلاد دي لازم ما تتقسم، يعني في حد معين من التقدم ما تطلعش عنه، بس احنا ان شاء الله هنطلع.